بحلقة اليوم من بوب أب بفقرة الألبوم ريليسز أجدد ألبومات شون مانديز وفيولا بيتش، آخر أخبار جوستن تيمبرليك، جوستن بيبر، كوني ويست، إلي جولدينغ، نيك جونس وزين مالك بفقرة الميوزك نيوز. منروح behind the scenes مع إليسا وفوتوشوت خاص لهاربرز بازار ماجازين. أي أغنية رح تحتل المرتبة الأولى بالبوب أب توب 5 وشو هن النيو أنتريز؟ behind the scenes لأجدد فوتوشوت وإكسكلوزيف انترفيو مع النجمة دنيا بطمة. تابعوني دائما مع أنجلا ببوب أب دنيا بطمة. أجدد الأفلام بالصلاة بريجيت جونز بيبي وكلاش، ومن الأفلام المنتظرة قريبا منشوف التريلر الخاص بفيلم سبليت وإيتاكا. فقرة الهوت شوت فيديوز وإكسكلوزيف انترفيو مع النجمة لطيفة. انت أحلى حاجة فيا. كل أخباري وكل أغنية تابعوها على بوب أب مع أنجلا. ماركت روبي وكيت بوثورث بيحصلوا على لقب الشيك بيكس اوف ذا ويك، ومنهي بفقرة الكلاسيك مومنت مع ري باركر جونيور، ومنرجع بالزمن لسنة 1984 وأغنية جوست باسترز. ستاي تيوند. برحب بكل اللي عم بيتابعونا، وسوا مننطلق بحلقة جديدة من بوب أب اللي بتضم آخر الأخبار والأحداث الفنية اللي منقدم لكم إياها أسبوعياً، وبنبدأ مباشرة مع النيو ألبوم ريليسز. ألبومات اللي احتلت المرتبة الأولى بالمبيعات ببريطانيا مؤخراً، الألبوم الأول والأخير لفريق فيولا بيتش اللي للأسف توفوا بحادث سير مأساوي بعد تأديته لحفل موسيقي بستوكهولم بشهر فبراير 2016، حيث توفوا أعضاء الفريق الأربعة بهالحادث على الفور. فيولا بيتش اللي بلشوا بمجال الغناء بال 2013 حققوا هيت باليو كي تشارتس وهو سوينغز اند ووتر سلايدز سر الماضية، وقبل الحادث المؤسف بأسبوع احتفلوا بالسنجل الثاني بمسيرتهم القصيرة من خلال أغنية Boys That Sing. نبقى ببريطانيا مع نجم البوب شون مانديز اللي بيرجع بألبومه الثاني إلومينيت بعد النجاح الكبير اللي حققه بال 2015 بألبومه الأول هاند ريتن. مانديز اللي قدر بفترة زمنية قصيرة ينافس الكتار من نجوم جيله مثل أولي ميرز، كتب وألف عدة أغاني على ألبومه الجديد مثل Treat You Better، والجدير بالذكر أنه حب هالمرة يمزج بين الدانس البوب والآر إن بي بالإضافة للأغاني الرومانسية مثل الهيت الجديد Ruin. ننتقل لفقرة الميوزك نيوز والعناوين عن جاستن تيمبرليك، إلي جولدينغ وغيرهم من نجوم البوب. مغني جاستن تيمبرليك صرح بمقابلة لبيبل ماجازين أنه استوحى من أغاني فيلم ساتردي نايت فيفر وموسيقى السبعينات ليألف الهيت Can't Stop the Feeling اللي حققت نجاح كبير مؤخرا، وهي الأغنية الرئيسية للأنيميتد موفي ترولز. تيمبرليك اللي تم تكريمه بجائزة خاصة خلال حفل التين تشويس أوردز الأخير بيقول كمان أنه بصدد تسجيل ألبومه المقبل بهالقرب ليصير جاهز قبل ما يبدأ بتصوير مشاهده بفيلم جديد للمخرج وودي آلان اللي من المتوقع ينزل على الصلاة بال 2017، وهالعمل رح يضم كمان كيت وينسلت وجونو تامبل. من جاستن تيمبرليك لجاستن بيبر، وآخر أخبار النجم الشاب اللي صار محط الأنظار للباباراتزي بسبب تصرفاته الغريبة وصوره الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي، بتقول إنه بصدد التعاون مع صديقة ليام بين تشيريل فرنانديز بيرسيني اللي بتربطوا فيها صداقة بتعود لسنة 2012. من جهة تانية عم ينحكى كتير حاليا عن تعاون موسيقى تاني رح يجمع بين بيبر وصديقته السابقة سيلينا جوميز اللي ما أكدت ولا نفيت الموضوع خلال إحدى مقابلاتها مع مجلة فوغ. جاستن عم بيحقق نجاح حاليا بأغنية Cold Water اللي تعاون فيها مع ميجر ليزر. نجم الهيب هوب كانيي ويست تحدث مؤخرا عن تعاون جديد بينه وبين زميله دريك، ومن المتوقع انه هالمشروع يبصر النور قبل نهاية السنة.
من جهة تانية ويست كان تعاون مؤخرا مع دار بالما لإنتاج أغنيته المصورة وولفز من ألبومه الأخير The Life of Pablo. هالميوزك فيديو اللي تم إطلاقه تزامنا مع الفول وينتر كولكشن لل 2016-2017 بيضم عدد من الوجوه المعروفة مثل كيم كارداشيان، كايلي جينر، سيا وكتير غيرهم. بعد ما أخذت بريك بالفترة السابقة لتتعافى من الإرهاق، رجعت المغنية إلي جولدينغ للساحة الموسيقية بسلسلة حفلات بشيكاغو، ووعدت الفانز إذا رح تدخل الاستوديو قريباً لتبلش بتسجيل ألبوم المقبل. Welcome back إلي. تين ستار نيك جونس اللي أطلق مؤخراً ألبومه الثالث مشغول حالياً بعدة حفلات موسيقية بالإضافة لتحضيراته لفيلم جومانجي إلى جانب دوين جونسون، وهو ريميك للفيلم الكلاسيكي اللي شفناه بالتسعينات مع الممثل الراحل روبن ويليامز. أخبار تانية وتأكيداً على اللي قاله خيو جو جونس، أكد نيك أنه بالوقت الحالي ما في مشروع جدي لإعادة إحياء The Jonas Brothers لأنه كل واحد منهم مشغول حالياً بالتركيز على مشاريع خاصة ومنفردة. ومننهي مع زين مالك اللي بعد نجاح ألبومه الأول Mind of Mine رح ينتقل للإنتاج التلفزيوني من خلال مسلسل بتدور أحداثه حول بوي باند، والقصة طبعاً مستوحاة من تجاربه الشخصية بفريق One Direction، وهالعمل رح يتم بالتعاون مع شبكة HBO الأمريكية. فقرتنا التانية بتخذنا بجولة على كواليس النجوم والسبيشال هايلايت بحلقة اليوم عن النجمة إليسا. معروف عن النجمة إليسا إنها ملكة الإحساس، وأكيد من أكثر النجمات أناقة بالعالم العربي، واسمها ارتبط بأهم المصممين والماركات العالمية، بلا ما ننسى الفاشن لوفرز لمجلات مهمة مثل هاربرز بازار وكتير غيرها. إليسا اللي حبيناها بعدة لوكس من الكاجوال للسمارت كاجوال تهتم دايما بمظهرها الخارجي إن كان من ناحية الفاشن، الميك أب أو الشعر. وبعد ما أطلقت من فترة الكوفر لألبومها الجديد سهرنا يا ليل، حبيت إليسا تشارك الفانز بكواليس تسجيل هالأغنية اللي منتابع مقتطفات منها مباشرة من الاستوديو. بريك ومنرجع بعد دقايق قليلة. Don't go anywhere, we will be back shortly. Coming up بعد البريك، أي أغنية رح تحتل المرتبة الأولى بالبوب أب توب 5 وشو هني للنيو أنتريز؟ Behind the scenes لأجدد فوتوشوتس وإكسكلوزيف انترفيو مع النجمة دنيا بطمة. يا أخي حس شوية فيني. تابعوني دائما مع أنجلا بالبوب أب دنيا بطمة. Stay tuned. فيكن بتاني قسم من بابا. وصل وقت نشوف إذا شاكيرا محافظة على مركزها بالمرتبة الأولى بالويكلي توب 5. مجموعة من النجوم وعلى رأسهم ريهانا تعاونوا مؤخرا مع مجلة W بمناسبة إطلاق العدد الخاص لشهر سبتمبر، وكيف كانت إطلالة ويوي منشوف سوا بكواليس التصوير. ننتقل لمقابلة خاصة مع النجمة دنيا بطمة اللي التقينا فيها مؤخراً بحفل توزيع جوائز الرواد أوردز بدورته للعام 2016. بشو خصتنا دنيا بطمة وشو عم بتحضر؟ كل التفاصيل مباشرةً. النجمة المغربية دنيا بطمة اللي انطلقت من برنامج عرب ايدل وحققت من بعدها نجاحات متتالية، تم تكريمها بعدة حفلات ومهرجانات مثل الميوركس دوغ وحفل الرواد الأخير، وبرصيدها عدد كبير من الأغنيات اللي لاقت استحسان عند الجمهور العربي مثل بدري، المغرب مغربنا، وحب صيني. التقينا بالنجمة المغربية وتحدثنا معها عن آخر نشاطاتها. طبعا بدي اقول لك مبروك التكريم الليله، وشو بتحب تقولي لمهرجان الرواد اووردز اللي عم بكرموكي بدورتهم للعام 2016؟ اول شيء انا جدا سعيده اني من ضمن المكرمين اليوم ومع اهم الفنانين واهم الشخصيات بكل الدول، فانا جدا سعيده اني من ضمنهم اليوم. شكرا لمهرجان المهم الرواد اووردز على هذه الالتفاته، وشكرا على راسهم رئيسه المهرجان الاستاذه الاعلاميه ماريا مالوف، شكرا لها على هذه الالتفاته. بالنسبة لتحضيراتك الغنائية شو عم تحضري للفترة المقبلة؟ إن شاء الله كاين أغنية بعنوان غيورة اللي راح تنزل قريب إن شاء الله، وكذلك ألبوم مغربي راح يكون من إنتاج التورك برودكشن، وراح أصور الأغنية قريبا مع المخرج الرائع حسن موسى، ترقبوا الجديد إن شاء الله.
وبالنسبة لإطلالتك الليلة مين اهتم باللوك؟ اليوم إطلالتي مغربية 100%، هي من تصميم الرائعة نجوى بناني المعروفة في البحرين وفي كل الخارج بالمصممة لالا العروسة. أوجه لها تحية على هذا التصميم الرائع، وكذلك تصفيفة الشعر لصالون جورا عاد. شكرا لإله كذلك. كل من شافك بات والهان، جننت كل الناس يا فلان. وبدي أسألك، ممكن نشوفك عم تخوضي مجال التمثيل قريبا؟ لا أعتقد، لأنه أنا إنسانة طموحة ومش حابة أنه أضيع هويتي اللي هي فن الغناء، فإن شاء الله لما أثبت هويتي أكثر في الغناء إن شاء الله ممكن أني أتطرق، ليس أكيد للتمثيل إن شاء الله. أنت تكوني لحب شامعة، بس هالحكي هذا ما يصير إلا بشهر ما في جمعة. تابعوني دائما مع أنجلا ببوب أب دنيا بطمة. دقيقة قليلة ومنتابع حلقة اليوم من بوب أب. Stay with us. Coming up بعد البريك، أجدد الأفلام بالصليت، بريجيت جونز بيبي وكلاش، ومن الأفلام المنتظرة قريبا منشوف التريلر الخاص بفيلم سبليت وإيتاكا، آخر أخبار السيلبرتيز. Stay tuned. لتالت قصة من بابا، ومن تابع مع الأفلام الجديدة بالصالات السينمائية، ومنها بريدجت جونز بيبي. من الأفلام المصرية اللي عم تحقق نجاح حاليا فيلم اشتباك أو كلاش، دراما رائعة للمخرج محمد دياب. ايوه كنت في المزارع وكنت برمي طوبه اهو. امين صورك صورك اني اموت عشان قضيه مش عشان صوره. انت ليه عايز تعمل فيها بلطجه؟ انا بلطجي. هالفيلم اللي نال اعجاب النقاد ووصلت اصدقائه للعالم بعد ما اشيد بقصته واخراجه الممثل توم هانكس، وهن المخرج محمد دياب بهالعمل اللي بيضم نجوم مثل نالي كريم، طارق عبد العزيز وهاني عادل، وبتدور احداثه بعد 30 يونيو 2013 داخل عربي الترحيلات للشرطه مليئه بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين لحكم جماعه الاخوان المسلمين، وذلك بعد خلع الرئيس مرسي من الحكم. الناس جوا بتموت، الدنيا حيه جوا، مفيش مظاهرة اليوم حد يقدر يسيطر على العالم اللي فيها. العربية اتزنقت. احنا معاكم والله العظيم معاكم. هدوم على راس. سيبك منه افتح انت. انا راس مش حاجة. رايحين على فين يا بابا؟ بما انه عم نحكي عن النجم توم هانكس، ناطرينه قريبا بالدراما إيتاكا اللي اخرجته زميلته بافلام ذا جوست ميل وسليبلس ان سياتل، النجمه ماج رايان. من حوالي الشهر خسرت السينما المصرية والعربية أحد أهم الأسامي بمجال الإخراج والكتابة، المخرج الكبير محمد خان اللي توفى عن عمر 74 سنة، وكان برصيده عدد من الأعمال اللي تعتبر إرث سينمائي كبير ومن أهم الأفلام المصرية. وحبيت أنه نشوف سوا مشاهد من آخر فيلمين قدمهم بين 2014 و2015، وبنصحكم تحضرون على DVD. عمر يا بنت لو شفتيه حاجة كده خمس ادوار. مش لابس دبلة. سبع نقط يا بنت وتلاقيه مستنيك. هو مين ده يا خالتي؟ الفرح والزينة. بص يا بنت الزينة، عارفة يا خالتي لما بشوفه بتلج واعرق وانمي وادي عارف سر من غزي منه. الفيلم الأول هو الدراما فتاة المصنع اللي أخرجه محمد خان بال 2014 ونعرض خلال مهرجان دبي السينمائي الدولي. هالفيلم بيحكي عن فتاة عمرها 21 سنة تشتغل بمصنع للملابس ومواجهتها للمجتمع القاسي بعد ما تعيش تجربة حب. فتاة المصنع مع ياسمين رئيس وهاني عادل. يبقى خيالك وداك لبعيد أوي يا شطرة. لما نعوزك تاني هنبقى نقولك. مع السلامة. أنت اللي خليتيني أتعود أبقى خدام. أنا الحق عليا.
البت لازقه فيكي في الرايحه والجايه واقول معلش ما جراش حاجه اهي خليتها برضو. بصي على قدك، لو بصيت لك على قد انت وهي هتولعه. بتقولي ايه يا عطسه معفنه؟ انت اخرك على الكار وانت اللي الجرهه بدل الحمار. لا بقى ده انت ايه ده ابو عيسى تربك بتاع الباب عيد. انتوا سيبوها لي. ثلاثه بالله العظيم اللي هيقرب من بنتي لاقتله. اللي بنصحكم فيه واللي كان اخر عمل قدمه الراحل محمد خان فهو قبل زحمة الصيف مع ماجد الكدواني وهانا شيحة، وقصة بتخلنا على قرية سياحية وبتدور احداثها حول عطلة لرجل وزوجته والصدفة اللي رح تجمعهم بام لولدين. اللي لازم الواحد يخاف منهم. انا مش منبه عليك 100 مرة ان انا بحب ارش الجنينة في نفسي طول ما انا هنا، وان كان عالطنطيطة هو يا اخوي. اخر اخبار السيلبرتيز منتبعون هلا ومباشره من الصحف الفنيه. خرجت النجمة تيناشي عن صمتها مؤخرا وتحدثت عن طبيعة علاقتها بالمنتج كالفن هاريس بعد ما تنقلت الصحف أخبار عديدة عن علاقة حب بتجمعهم، وأكدت مغنية الآرن بي إنها بعدها سنجل لحد هلأ وإنه بتربطها بهاريس صداقة من دون ما تأكد أي شيء آخر. تيناشي وكالفن هاريس تعاونوا بعدة أغاني وشهدوا سوا بالفترة الأخيرة بعدة مناسبات، ومنها إحدى حفلاتها بلاس فيغاس حيث رفقها كالفن وبقي معها طوال فترة وجودها بفيغاس. وبعد ما هديها فيراري السنة الماضية بمناسبة عيد ميلادها، قرر نجم الهيب هوب تايغا انه يهدي صديقته كايلي جينر سيارة تانية هالسنة لتضمها لمجموعة سياراتها اذا صح التعبير، كعربون لحبه لها قدم لها مرسيدس بايباخ لقيمتها بتتخطى ال 190 الف دولار فقط لا غير. وهيك من سنة لسنة منعيش على اعصابنا لنشوف شو هي السيارة التانية اللي رح يهديها لحبيبته. يعني صار فينا نغير مقولة diamonds are a girl's best friend ونقول cars are a girl's best friend حسب ميس كايلي جينر. بريك ومنطلع بالقصب الأخير من بابا، خليكن معنا. Coming up بعد البريك فقرة الهوت شوت فيديوز وإكسكلوزيف انترفيو مع النجمة لطيفة. انت أحلى حاجة فيا. كل أخباري وكل أغنية تابعوها على بوب أب مع أنجلا. ماركت روبي وكيت بوثورث بيحصلوا على لقب الشيك بيكس اوف ذا ويك، ومنهي بفقرة الكلاسيك مومنت مع راي باركر جونيور، ومنرجع بالزمن لسنة 1984 وأغنية Ghost Busters. Stay tuned. وصلنا للقسم الأخير من بابا، وجولتنا التالية رح تكون مع الهوت شوت فيديوز. The stars want to talk, they will only talk to Papa. والنجمة التالية اللي رح تخبرنا عن آخر نشاطاتها هي المغنية لطيفة اللي تم تكريمها بالدورة الأخيرة لحفل الرواد أوردز. النجمة العربية اللي أكثر من متألقة لطيفة، هايو أهلا وسهلا فيك ببابا. أهلا وسهلا فيك أنجلا. Thank you. You too, you look stunning. بس خبرينا ليه اخترت هاللون بالذات الليلة؟ مش عارفة، لقيته انه فريش وللصيف وهيك سامبل يعني. ومين اللي اهتم بإطلالتك ان كان ميك اب؟ انا لحالي، بس الميك اب باسكال كتير بحبها، والشعر جورعد. بالنسبة لعملك الغنائية القادمة خبرينا شو عم تحضري حاليا؟ هلا اول حاجة انجلا هيكون في البوم من المسلسل كلمة سر اللي انا طلعته برمضان، واللي يا ربي ولك الحمد انه نجح نجاح غير طبيعي، غير ما انا كنت متوقع نجح اكثر، فانا فرحانه جدا انه هاي المسلسل نجح. ففي رباعيات، حوالي 15 رباعيه واغنيه رح ينزلوا البوم. لما نجمه بشهرتك وبالنجاح اللي حققتيه بمسيرتك الغنائيه بيكون هالقد عندها انتشار بالوطن العربي، قد ايه بتكون خطوه صعبه وجريئه انها تخوض مجال الاعلام كمؤدبه برامج او حتى مجال التمثيل؟ يعني كمان شفتك كممثله. شوفي، انا بالنسبه لي التمثيل عمل متكامل، لاني انا من وانا صغيره طول عمري بغني وبمثل وبحب الغنى والتمثيل. فطبعا كان لي تجربه مع العملاق منصور رحباني حكم الرعيان، كان لي تجربه مع الاستاذ يوسف شاهين سكوت حنصور. فانا دائما طموحه اني انا اقدم
اشياء جديدة ومتنوعة، مش بس اغاني والبومات، لا بحب انوع في عملي. كلمة أخيرة لكل اللي عم يشاهدوك اليوم عبر الـ LBC وروتانا ببرنامج بابا، شو بتحب تقولي لهم؟ نقول لهم نحبكم برشا، متابعتكم، ونحب تكونوا ديما راضين عليا، وأتمنى أن أنا نقدم أعمال ديما تحبوها، واستنوني ديما مع أنجيلا العسل في كل حاجة جديدة على روتانا و LBC. مين اللي حصير على تشيك بيكس لهالأسبوع ببابا بلاتسي؟ حبينا كتير إطلالة الممثلة مارغريت روبي بفستان رائع جمع السيلفر واللون الأسود من مجموعة دار ألكساندر ماكوين، وفعلا حبست الأنفاس بهاللوك خلال إطلالتها بفيلم سوسايد سكواد مؤخرا. نجمة كيت بوسورث أيضا تألقت بسيمبل أوتفيت مؤلف من جاكيت وبانتس، تميزوا بالفلورال برينتس من مجموعة جان باتيستا فالي الأخيرة، وهاللوك عكس أجواء الصيف من ناحية النقشات واللون. بنهاية حلقة أسبوع من بابا بنرجع بالزمن لسنة 1984 والنسخة الأصلية لأغنية Ghost Busters مع المغني Ray Parker Jr. So who you gonna call؟ هيدي كانت حلقة اليوم من بابا، موعدنا بيتجدد مثل العادة الأسبوع القادم، لوقتها keep on popping up على صفحاتنا الخاصة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر إنستغرام وسناب شات. تشاو فور ناو. Unless you just want some more, I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call.